هسألك سؤال بس عايز فيه إجابة صريحة يا كابتن طبعا جاب بعد إذنك، وهنخش على الحالات بعدها على طول. هل في بعض الحكام ما بيبقاش عندهم دراية كاملة بقانون اللعبة أو قانون التحكيم؟ التطوير بتتكلم على الثقافه، التطوير بتاع القانون، ما هو طبعا بتتكلم على الثقافه، الثقافه التحكيميه ممكن وارد، ده وارد جدا على فكره، وارد وارد جدا، وارد ساعات بحسها وارد. وهوريك حاله من ضمن الحالات دلوقتي في الشغل الجديد، ان لما الحارس يخطئ في انه يطلع برجليه مثلا في تنفيذ ركله الجزاء وتعاد ركله الجزاء، اول مره بيحذر ما ياخدش انذار، حكم صغير كان موجود واداله انذار. فده اول مره لا اول مره في تحذير بس. الانذار ده مش موجود، الانذار موجود في التاني المره الثانيه لو طيب. عملها مره ثانيه.